يا فنان، وش رايك في التكوين تاع الفنانين اللي راهم في وقتنا الحالي تاع لا جينيراسيون الجديده هذه؟ وبخاصه يعني شغل اصبحنا نشهد مؤثرين في مواقع التواصل الاجتماعي واشخاص يعني كانوا مجهولين يعني من مده معينه، ولكن شغل ولات عندهم النوتوريتي ولاو معروفين واقتحموا هذا المجال. انا جميع واحد يدخل في السينما ولا في المسرح ولا يحب يكون فنان مرحبا به من كل جهه. عباك في السبعينات كانوا الناس المسرح يضحكوا من هذوك الناس اللي يجوا من التلفزيون، وفي السبعينات هني كانوا جماعه تاع السينما يضحكوا من جماعه اللي يجوا من التلفزيون ومن جهه المسرح، ودوكا كاين جماعه عم يضحكوا على الناس اللي يجوا من انستغرام. ما يهمش منين تجي، يهم وين تروح. ما يهمش منين تجي وعلاش تجي، من هم وعلاش راك هنا واش عندك تدير. دركا بكري احنا كان عندنا غير كاستينغ، كي نقول لك بكري ماشي بزاف، ها ماك تشوف فيها كبير ولا كي نقول لك بكري سما زاني 2000 قبل انستغرام، كان عندنا غير الكاستينغ وغير لي رونديفو، تروح تلفزيون، تروح لي كاستينغ سينما، تروح المسرح هكذا باش تقدر بو ديكروشي ان رول. دوكا كاين انستغرام ايت ان اوتي، لو ستيلو ايت ان اوتي، تقدر تكتب حاجه شابه، تقدر تكتب حاجه ماشي شابه. انستغرام تقدر تبان اذا عندك حاجه شابه تبينها، الناس يفرحوا بك. اذا عندك حاجه ماشي شابه تبينها وتروح الانستغرام وتبينها، الناس يفضحوك.